وحشتك الشوارع يا اخ سعيد. الاخ ياسر ياسر اتجنن عليه. وانا ليه ساعات بحس ان قرارات الامير ما تعجبكش؟ حتى لو في وجهه نظر تفضل برضه تحت الامر. وانت ما تعترضش ليه؟ عشان تحت الامر. لما سالته وقال لي ان هو ياسر ما قدرتش امسك نفسي. يا شيخ سعيد يا شيخ سعيد في ايه؟ في كابوس ولا ايه؟ لا 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 سمي الله كده وقوم اتوضى عشان تقوم بينا صلاة العصر. عصر؟ اه يا شيخ سعيد، الامير ابو زياد قبل سفره امر انك تحل مكانه في كل حاجه. يلا قوم اتوضى.